Ramadan Kerim. Allahu Ekrem. Tem tem terem. Tararam tararam. Ramadan Kerim. Allahu Ekrem. مين بيتذكر شريهان وفوازير رمضان؟ طيب خد هاي. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ شو هالحركات هاي؟ حدا انتبه انه غيرنا الديكور؟ يعني انه رمضان وحركات وهيك و... كلش حادة، لا تخافوا، ما في شي شارينه. كل عام وانتو بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، والكليشيه المعتادة ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية. طيب هدول اللي بيقولوا هاي الجمل بيعرفوا شو يعني رمضان؟ هاي الحلقة حتكون بس لنعرف شو يعني رمضان. هذا الفيديو هو فيديو تعريفي فقط. شو يعني رمضان؟ من وين اجى رمضان؟ وشو يعني كلمة رمضان اساسا؟ اولا للي ما بيعرف شو هو رمضان، رمضان هو الشهر الذي انزل فيه القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بغار حراء. شو يعني كلمة رمضان؟ لكل مسلم فكر انه كلمة رمضان هي كلمة اجت من الاسلام، للأسف بحب لك انه كلمة رمضان كانت من ايام الجاهلية، لانه وقت اجى هذا الشهر اجى بشهر كتير كان شو. بس انا ما عم بفهم حاليا شو دخل شهر رمضان بانه اجى بشهر كتير كان شو. بهداك الوقت وقبل الاسلام كانوا يسموا الشهر بحسب الوضع اللي بيجي فيه. شو يعني هذا الكلام؟ يعني على سبيل المثال شهر ذي الحجة سموه ذي الحجة لأنه بيجي بالوقت اللي بيكون فيه موسم الحج، وشهر ربيع الأول لأنه بيجي بوقت الربيع. أما شهر رمضان لما بيكون المسلم صايم فجواته بيكون فيه حر، هذا الحر بيكون من شدة الجوع والعطش، فبيقولوا باللغة العربية الفصحى ويكون جوفه رميضا. هذا هو الرمض. ما بدنا نطول، خلونا ننتقل للفكرة اللي بعدها. شو هو شهر رمضان وشو الطقوس تبع شهر رمضان؟ شهر رمضان يعني الصوم، يعني الامتناع عن الأكل والشرب والمحرمات منذ طلوع الفجر حتى غروب الشمس. طبعا هذا ما بيعني انه قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس بحق لك تعمل بدك اياه. اكيد لا. صوم رمضان هو ركن من اركان الاسلام الخمسة. اكيد مو كل اللي عم بيحضروا هذا الفيديو مسلمين. فكرة رمضان او فكرة الصيام هي ليست فكرة مقتصرة على الاسلام. شو يعني هذا الكلام؟ يعني الصيام بحد ذاته مفيد للصحة ولجسم الإنسان، وهذا مو كلامي، هذا كلام العلماء. فوائد الصيام لا تعد ولا تحصى، منها إزالة السموم وإراحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة وحرق الدهون وتخفيض كميات السكر بالدم وكتير فوائد تانية إذا بدي أقعد عدة ما بخلص اليوم. خلونا نرجع حاليا لشهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك بمر بمراحل متعددة حقولها هلأ باختصار، بس حنشرحها أكثر بالفيديوهات الجاية. من الإعلان عن شهر رمضان أو التراويح أو السحور أو الإفطار أو أي شيء تاني بتعلق بشهر رمضان. وأول مرحلة بتكون بشهر رمضان هي رؤية الهلال، وبتختلف طرق رؤية الهلال بحسب البلد اللي انت فيها وبحسب معتقدات هذا البلد. يلي ما فهم شو قصدي يتابعنا بالفيديوهات الجاية وحيعرف شو قصدي. وبعد رؤية الهلال يتم الإعلان عن بداية شهر رمضان المبارك. بتلاقي الناس طلعت لحتى تروح تقضي صلاة التراويح بالجوامع. صلاة التراويح حنتوسع بالشرح عنها بالفيديوهات الجاية. وبعد ما نخلص التراويح وننام ومنفيق قبل طلوع الفجر ومنتسحر. السحور. السحور هو الوجبة يلي بتخليك انه انت تضل مكمل صيامك كل اليوم حتى مغيب الشمس. اكيد بيختلف السحور من دولة لتانية ومن ثقافة لثقافة تانية. وبعد السحور حبيباتي بتناموا من وقت السحور لوقت الافطار، وبتفيقوا وقت الافطار بتقولوا اللهم اني لك صمت. كيف؟ 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 خلونا بموضوعنا. المهم وبعد ما نتسحر وننام ونفيق وقت الافطار، بوقت المغرب يتم الاعلان عن بداية الافطار. طبعا بتم الاعلان عن بداية الافطار بطريقة خاصة جدا، كمان حنحكي عنها بالفيديوهات الجاية، يلي هي مثل ما نعرف كلنا مدفع رمضان. طبعا وقت الصيام بيختلف من دولة لتانية بحسب وقت طلوع الفجر وغروب الشمس بالدولة اللي انت موجود فيها. في ناس بتصوم 15 ساعة، في ناس بتصوم 17 ساعة، وفي ناس بتصوم 21 ساعة. طبعا اذا بدي صوم 21 ساعة ففضل غير ديني، عم انزح. طيب ما بدي اطول عليكم باول فيديو، خلينا ننتفي لهون. بعرف انكم صايمين وما لكم اخلاق تشوفوا الفيديو اساسا،
بس هذا كان فيديو تعريفي عن شهر رمضان المبارك وشو هو شهر رمضان المبارك. ولحتى تتابعوا باقي الفيديوهات اللي حنحكي فيها عن شهر رمضان خصوصا، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واذا حدا عنده اي فكرة او اي معلومة عن شهر رمضان المبارك يا ريت يكتب لي اياها بالتعليقات حتى نحكي عنها بالفيديو الجاي. وخلونا نمضي هذا الشهر على خير، لا تردوا عليه، هذا علاك اساسا ما بيصوم. تشيس، السلام عليكم.